هاي، معكم غيدة مرسوق، واليوم معي شخص عزيز جدا على قلبي. ما راح اقول قد ايش صار لي بعرفه حتى ما تحسبوا عمري. نحن سوا من ايام الدراسه، انما انا شخص فعلا بفتخر كثير فيه انه هو صديق لي من سنوات طويله، وشخص هالقد قدر فعلا يثبت اسمه بعالم الطب، وخاصه انه يقدر يفوت على قلب كل مريض، ويفوت بالتحديد على صدر كل مريض، ولانه بيختص بمواضيع الامراض الصدريه، وهو ايضا بورد ممبر بجمعيه لوسان اللي رح نحكي عنها اليوم كمان ايضا بخلال الحلقه، وهو الدكتور صلاح زين الدين. صلاحو يا اهلا وسهلا. هاي غيدة، كيفي؟ حبيبي مشتقت لك انا، كله تمام، ورمضان كريم يا رب على الجميع. رمضان كريم للجميع حبيبتي، رمضان كريم، وانا مشتاق لك كثير. كثير كثير، الحمد لله منيح، اتليست هيك شفنا عم نشوف بعض اوقات بنزلاتي على لبنان يعني، بس ما في شيء مثل الجمعة المضبوطة هيدي عقبالنا ان شاء الله نعملها، ما بدنا بقى باليا تفكير، هذا واحد عم بموتوع الموت البطيء، بدنا واحد يجتمع مضبوط ونعيش حياة حلوة سوا بلبنان مع أحبائنا وعائلتنا. إن شاء الله أريد، إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يا رب حبيبي. صلاح، أنا بدي أقول إنه أول مرة عملنا انترفيو سوا يعني على سكايب عندي على السوشيال ميديا تبعيتي، كانت من 3 سنين وقت قلع الكورونا، بالضبط من 3 سنين. وقت اللي بلش يفرجينا بوادره وقتها ورعبنا، ومن بعدها قصف عمرنا سنتين، وغلغ سنتين من حياتنا كلياً. هون كمان بدي اقول يعني بين من 3 سنين لهلا مع بدايه الكورونا، وبين هلا الحمد لله نوعا ما انتهاء الكورونا، اتليست على قليل الموجه العارمه يعني الموجه القويه القاتله كمان. هو شو فينا نقول يعني بهالفتره كمان صار صلاح؟ يعني نحن مثل ما انت انسرق سنتين من عمرنا يمكن بالكورونا، يعني كان بالضبط كان في ضغط كثير شديد، مش بس على الصعيد اللبناني، اكيد عم بحكي على صعيد العالم كله بشكل عام. مزبوط. واضطرينا نتأقلم بكثير طرق مختلفة، من ضمنها استعمال يمكن الفيرتشوال كوميونيكيشن، وكيف بنصير نشتغل سوشيال ميديا صار في لها تقويمات حتى تفيد بالبزنس بشكل أقوى، بس بنفس الوقت خسرنا ناس كثير، عالم مات بنفس الوقت، مات حوالي 6 ملايين إنسان بالعالم يعني لحد هلا بالكورونا. يعني كانت كارثة اجتماعية غيرت كل الديموغرافيكس تبعولنا، كل النواحي الاجتماعية تغيروا، ولكن تأقلمنا أكيد وعم نتأقلم. حالياً بعدها موجودة الكورونا، موجودة بشكل عنيف كعدد ولكن خفيفة الشدة، يعني من ناحية يمكن الطعومة واللقاح، ومن ناحية أنه هو الفيروس صار ضعيف، ما عادت في عندها أذية مهمة مثل قبل، متعبة بس متعبة كجريب شديد أو إنفلونزا قوية مش أكثر من هيك. وحالياً عم نتأقلم مع المنحة الجديد للكورونا اللي بدها تعيش معنا يمكن كصديقة شوي مزعجة مش أكثر. يعني من بعدها كمان اجا لها اصحاب وكذا، وساعه اوميكرون وساعه هدول قصص كلهم، يعني هدول قصص كمان اخواتها اولاد عمها، هدول شو وضعهم كان يعني؟ بس هيك بس خبريات يعني لحتى يجددوا شوي، بيزهقوا من نفس الشغله. هلا الجدير بالذكر والانترستنج كثير بالكورونا انه اي فيروس بيجي بصير بيتحول، عنده متحورات، كل ما يتحور بيضعف. الكورونا تحورت لشي 100 مره قبل ما تضعف، هذا كان الشيء الغريب بطبعه، ومش هيك اكيد نسمع الحكي هذا شيء مفتعل وصناعه الانسان، وهذا موضوع جدل طويل عريض ما بعتقد علميا فينا نحله بعد لهلا، وكل الاراء يمكن سياسيه اكثر من علميه. اكزاكتلي الوضع الاساسي انه فعلا كان غريب انه كان في عن جد حوالي 100 متحور، لو وصلنا للاوميكرون اللي كان اول متحور عم يضعف، وبعدين صاروا اضعف واضعف المتحورات. وعم بيضل في كمان قصص جديده، هذيك المره كمان مؤخرا بلشوا يحكوا كمان موضوع الملاريا كمان وهيك قصص، يعني كل شوي عم بيصير في مثلا موضوع معين عم ينتقلوا للحديث عنه يعني، وكل واحد عنده طريقه معينه للانتقال بطريقه مختلفه شوي. هون بدنا نقول مثل ما انت قلت يعني العدد بعده كبير يمكن لاعداد الكورونا واشخاص المصابين فيه، بس الشده صارت كثير اخف، وهذا الحمد لله فينا نقول يعني فينا نقول نوعا ما انه ان شاء الله يكون للفاكسينز، لانه العالم كثير كمان رجعوا كمان كثير شككوا بالفاكسينز، انه هيدا شو وهيدا لا وهيدا اللي بدنا وهيدا عم تحاكم الشركه وهيدا الشركه مش مزبوطه، كل هالامور. اكيد في كثير حكي، برجع بقول ما راح افوت بجدل سياسي على الموضوع الطبي، ولكن في شيء ثابت لا يقبل الجدل، انه قبل ما يضعف فيروس الكورونا عدد الوفيات كان بشكل أساسي من الغير ملقحين. الملقحين ما بقى يموتوا، نعرف أن اللقاح ما بيمنع المرض لكن بيمنع مرض الشديد أو الوفاة. طب حمد الله كده من الواضح، هذا يعني مثبت علميا ما في مجال للشك، ليش من مستفيد ولين عمل، هذا مواضيع أخرى ما راح نفوت فيها. طب هون كمان يعني ما في شك انه للاسف الشديد يعني بهالسنتين مثل ما قلت 6 ملايين شخص اصيبوا يعني توفوا كمان غير الاشخاص اللي اصيبوا بالملايين،
بس هون عم نحكي كمان كانت اوقات عم تستهدف كثير يمكن الطبقه المسنه يمكن اكثر، بس كمان كانت عم تستقصد كل الناس، يعني في ناس كثير رحلوا بعمر مبكر حتى من خلال اصابتهم بالكورونا باول سنه سنتين. صحيح كنا متوقع ومنشوف انه الناس يمكن المسنين عندهم امراض مزمنه شديده معرضين اكثر للوفاه، ولكن مثل ما عم تقولي خسرنا كثير ناس شباب ما عندهم اي مرض اخر او اي مسبب اخر لاسباب ما بنفهمها بعد، كان شديد كثير بيكون ضعف مناعه مثلا عندهم، بيكون عندهم ما بنعتقد، يعني في ناس بنعرفهم ومرضى لنا مش ضعف مناعه، لكن احنا بنعرف انه الفيروس لما يفوت على الجسم في عنده مبدا اللي بسموه لوك اند كي، يعني كانه مفتاح للخلايا، في خلايا بيقدر يتخلى بسرعه اكثر من خلايا وناس بيتاثروا اكثر من ناس، بس خسرنا ناس عن جد بصحه كامله كانوا شباب للاسف بسرعه هائله. صح، هذا الشيء فعلا مؤسف جدا كان، لانه عن جد بيكون غير متوقع، يعني ابدا هيك واحد بيكون ولا في شيء وفجاه بتصير القصه، سو فعلا هذا الشيء صعب على كل الناس، بس اكيد كمان ما اعرف على الشباب، لانه بيكون واحد مش متوقع ابدا، يعني واحد كان يقول لا سمح الله قبل يكون في الذبحات القلبيه المصيبه، واكيد المرض الخبيث الابشع اللي هو السرطان الله يبعده عن كل الناس، انما هون لما عم نحكي عن موضوع الكورونا اكيد ما في شك انه كانت اوقات تكون كثير يعني صدمه كبيره. طب هون كمان لما بلشنا نعمل الفاكسينز كمان في ناس مثلا اخذوا عده انواع من الفاكسينز، كل واحد من عائله شي فايزر شي نسيت شو الثانيين هذول، لانه قد ما طلع اسامي استرازينيكا وجونسون وموديرن سينوفارم و و و كثير سينوفار ان وي جو فار فار اواي بهدول القصص، في كثير قصص طلعوا، وفي ناس كثير بعدين اعتبروا انه لا كانوا طفنيس، وفي ناس اعتبروا انه لا رح نحاكمهم، وفي ناس اعتبروا انه بس لحتى يطلعوا مصاري، سو كمان هون قديش الفاكسين كان عنده صلاحيه او عنده فعلا فعاليه مهمه على المرض، وقديش قدر فعلا يشفي اشخاص ويحميهم مثل ما قلت حتى من الموت ببعض الاحيان، يعني الحمد لله. يعني بتعرفي غيدا عاده اي دواء جديد او لقاح او شيء بده يفوت على السوق للكونسيوم للمستهلك المريض بيكون في كثير ابحاث عليه واثبات ل عدم الضرر والفعالية، ولكن سرعة الأمور هون فرضت نفسها، كان في emergency approval يعني بموافقات طارئة لأنه كان مرض عم ينتشر بسرعة مهولة، ما فيك تقعدي 3-4 سنين تعملي أبحاث بيكون مات نص الشعب على الأرض، فبالتالي كان في ضرورة أنه يعملوا تسارع بالموافقات، وهون صار في كتير اعتراضات. فعلا هذا الشيء منه conventional، هذا الشيء منه روتيني بطريقة عملنا كأطباء، لكن للاسف ما كان في حل اخر، يعني مثل الانسان اللي عم يعمل حادث يا بيكوع يا بينزل بالمهوار، ما في يقعد يحسب بعد الوقوع شو بده يصير. للاسف اضطرينا نعمل هيك، واثبت انه عدد الوفيات فعلا خفوا كثير بعد اللقاح، المرض الشديد خف بعد اللقاح، بين لقاح واخر من الانواع اللي ذكرناها فرقت قد ايه الانسان معقول يلقط كورونا، بس كلهم كان عندهم حمايه كثير كبيره من الوفاه. يعني حتى بعدين من بعدها مثلا قالوا مثل سبوتنيك يمكن الروسي مثلا قالوا ما كان منيح ابدا او شيء، ولا كلهم كل واحد انحكى عنه بطريقه معينه، سو كلهم كان عندهم مثل ما بيقولوا كانوا كونتروفيرشل، يعني مثيرين للجدل، في منهم كانوا 100% منيح، مش ما في شيء 100%، بس في منهم كانوا في يعني عندهم جداره اكثر من غيرهم، او يمكن عندهم كان فعلا واحد يقدر يعني يستعملهم بثقه اذا فينا اكثر، ما هيك؟ صح، بس معظم الثقه كانت على اولا كنوع إعلامي سياسي لنقول أوكي، وبنفس الوقت كعدد الناس اللي بيمرضوا بشكل عام، ولكن ليس عدد الناس اللي بيموتوا كوفاة وكمرض شديد إجمالا كانت النتيجة إيجابية جدا، حتى صراحة في بعض الأبحاث بأوروبا الشرقية محل ما استعملوا مثلا فايزر وسبوتنيك مع بعضهم كان سبوتنيك يمكن أفضل. والله أوكي. ولكن مثل ما حكينا هذا كان روسي غير معترف فيه، هذا حتى قبل أزمة أوكرانيا كمان، فبالتالي ما تلقى أي قبول عالمي يعني. وهذا شيء فعلا مؤسف، يعني لما بتلعب السياسة دور بتصير مصيبة، وهذا الشيء عم بيصير للأسف بكل العالم، وصار حتى السياسة عم تدخل، يعني كنا قبل نفوت السياسة تقول تفرق الشعب، نقول بعدين السياسة تفرق الناس بالدين، هلأ صارت السياسة كمان بتفرق الناس بالطب، وهذا حياة الناس يعني حياة الأشخاص، فهذا فعلا عن جد شيء مؤسف جدا لما نفوت بموضوع السياسة ما بتخلص. هون كمان بدي أحكي معك صلاح بموضوع كتير أساسي كمان بالنسبة لقصة عدد الفاكسينز، يعني وإذا تشكلوا الفاكسينز كمان كيف كانت عم بتصير القصة، في ناس عملوا فاكسين واحد، في 2 3 4، في ناس رجعوا عملوا الفلوشوت، هيدي مثلا أنا عم بقول لك عملت 4 فاكسينز وعملت الفلوشوت هالسنة، الحمد لله ما قطع علي مرة واحدة كورونا،
هديك السنة وقتها كنت بلبنان بلبنان قطع علي الكورونا، بس ثقبت مش مشان شيء يعني، جوزي لقطها بغير محل بالمكسيك يعني مش مشكل، بس انه ثقبت وكانت يعني نوعا ما ثقيلة شوي لانه الساعة اللي كانت مزعجة، بس ما كان في تاني قصص تانية، بس كل واحد منهم عم بيكون عنده بوادر معينة او عم بيكون عنده طريقة معينة للتعامل مع هالموضوع. سو كمان هون بدنا نقول كمان شو بتفرق القصة، وفي ناس بعدين بنحكي عنهم هدول اللي رفضوا كليا يعني، يا لطيف صارت الرقبة ولا الفاكسين، يا لطيف كأنه عم تعطيهم سم. لكن احنا من الواضح انه الفاكسين على الاقل بده يكون في اثنين فاكسين اتاخذوا ليكون في تثبيت للفعاليه. هلا الثالثه البوستر الثالثه كمان ادت لفعاليه اكثر، الرابعه هون صار في حديث عن هل مهمه او لا، لانه وصلت بفتره عم يضعف الفيروس بحد ذاته. فكسر في ضعف للفيروس، ففي ناس اخذوها في ناس ما اخذوها، ما كانت ملزمه بمعظم الدول. بس كمان الجرعه الرابعه صار في فاكسين متطور ساعتها ادخلوا فيه المتحورات الجديده. ولكن برجع بكلمة متحورات جديدة كانت ضرر تبعها على الجسم خفيف، فبالتالي ما كان فيها القبول الشاسع لرابع جرعة، ولكن استعملت عالميا. هلأ طعم الجريب أو الانفلونزا مستقل نهائيا، يعني ما بيمنع أبدا الإنسان لو أخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة أو خمسة أنتي كوفيد للكورونا فاكسينز في يأخذ طعم الانفلونزا بشكل سنوي، خصوصا أنه السنة الانفلونزا كانت أشد بكثير من العادة. صح. والأسباب اللي بنعتقدها لأنه بالسنتين ثلاثة الماضيين نحن استخفينا باللقاح لأنه كنا مركزين على الكورونا، كان الكل عم يستعمل الكمامة، بالنهاية كان في إنفلونزا ضعيفة انتشارها بشكل سريع، فأجسام بشكل عام نسيت مناعتها للإنفلونزا، فكانت الإنفلونزا أشرس من العادة. إن شاء الله السنوات الجاية ترجع الأمور تهدى من هالناحية. بس بدل الحمد لله بدل نوعا ما واحد بيقول انفلونزا يعني بدل بيقول إنه كله ممكن يصير under control يعني ما لنا هالقد شيء صعب ما هيك؟ صح. بس بدي اقول لك شيء، الانفلونزا ما تعودنا عليها نحن، بس الانفلونزا بتموت سنويا ما لا يقل عن 250 الف انسان بالعالم. الانفلونزا ايه منا شيء كثير هيك عابر، ولكن نسبه لعدد السكان الارض يعني عم نحكي كورونا موت 6 ملايين، فبتطلع إيه. كل 250 300 الف انسان لمرض عادي نوعا ما مقبول العدد صار خلال السنوات. طب هون يعني كمان مثل ما قلت صلاح يعني هون الاشخاص اللي اخذوا الفاكسين مثلا بالاول اخذوا وحده او بوستر شوت او كمان ثلاثه او اربعه وات ايفر، وفي ناس رفضوا كليا قطعا يعني منعا باتا انه عن جد ابدا صاروا انه ما بتصدق ليش هالقد انه السكينه ولا الفاكسين انه ليه عرفت شو حيحطوا لكم شيء بايدكم، ما تليفونكم هو فيه كل معلوماتكم يعني انه يعني انا مثل ما مره قلت احد المرضى اللي عم تحكي معي، قلت له انا اكيد بيل جيتس ما بهمه يعرف انا شو عم بعمل ليلحقني، فاذا بده يعرف اكيد بيعرف، ما تليفوني بايدي كل النهار يعني شو اكيد بيعرف اصلا اذا حب يعرف. هلا anyway هيدا انا بحترم راي الناس، لكن تشبهها ومع احترامي كمان لمشاعر الكل، بس انا مضطر اشبهها بهالطريقه، مثل اللي ما بده يحط سيت بيلت وعم بيسوق السياره لانه اذا عمل حادث معه يكسر ضلعه، بس انه السيت بيلت بخلص لك حياتك لما يكسر لك ضلعك. فهذا الناس اللي هيك صار انا بهيك بعت المقاربه يعني، لا ما بده يلبس سيت بيلت بلكي كسر ضلعه، والسيت بيلت ما بيكسر الضلع منه شيء منيح، لكن تيكسر لك ضلعك يعني حماك من الموت. هذا التشبيه انا بحب استعمله، بس برجع بقول بحترم مشاعر واراء الناس. اكيد العلم علم يعني، العلم مش مشاعر ولا اراء. مزبوط. بالنهايه ما في واحد هالقد معند على شغله ما فيك تغير له اياه، خاصه لانه صحته. بس العلم ما بيخضع للاراء السياسيه والفلسفه بالطب، العلم علم، نعرف شو بيفيد وشو ما بده يستعمله، اكيد هو حر، بس هذا ما بينفي الفعاليه وما بينفي الضروره. اكيد، وهذا الشيء اساسي، وانت هذا الشيء لمسته يعني كمان بوجودك كطبيب من سنوات طويله يعني بالجامعه الامريكيه، وعندك هالثقه الكبيره من المرضى تبعولك، سو اكيد رح يكونوا راحوا لعندك، اذا قلت لهم ايه خذوا الفاكسين رح ياخذوا الفاكسين، ما رح يفكروا مرتين، ولا في منهم لا قلت لهم خذوا الفاكسين وعندوا كمان. في ناس اكيد تفضلوا ما ياخذوا، لكن فيني اقول اقليه كبيره. ايه طب which is very good يعني. ايه ما انت قلت مثلا انا بحياتي كنت اخذ الفلو شوت قبل وقتها كنت بلبنان، ابدا بس السنه بكندا قلت انا يا بنت احسن، رحنا انا وجوزي وعملنا الفلو شوت، قلنا ليش لا خلينا نعملها بركي بيكون احسن. سو صرت بتنصح نوعا ما الناس انه يعملوه بشكل سنوي للفلو شوت يعني؟ الفلو شوت صح احسن وينعمل دائما باول يعني اول سيزن، عم نحكي سبتمبر هيك شيء بالضبط، سبتمبر اكتوبر يكون اخذنا. هلا بضل ينفع حتى لو اخذتيه لحد مارش، بس انه سبتمبر اكتوبر واهم شيء، او لمارش بضل بينفع يعني، بضل ينفع بس اكيد كل ما تاخر كل ما تخف فعاليته. صحيح هذا الشيء الاساسي، لانه بنعرف انه كمان بيقولوا كل عمرهم انه الفلوشات بغيروه كل سنه لانه هالقد الفيروس ذكي،
هالفيروس الذكي الفيروس الثاني بيخلق أي. فيروس جديد متحور جديد، فاول ما يظهر بيصنعوا له دغري ساعتها فاكسين له، بينطروا تبين سنويا كل سنة عنده مثل التليفون بيطلع، يعني كل سنة بغير الفورمة بيعمل أبجريد. طب هون صلاح كمان بدنا نحكي عن موضوع كتير أساسي، واللي هو موضوع كمان الحاجات الاقتصادية بلبنان للأسف الشديد. يعني بنعرف قديش هيدا الشيء بزعل. أنا عايشة بكندا صار لي تقريبا 4 سنين، بس بعدني عايشة بلبنان كل الوقت، وعايشة وقلبي كمان كل الوقت عم بفكر بعائلتي وأغلى الناس عندي وكل العائلات اللبنانية ولبنان اللي بنحبه، قديش عم بيعاني اقتصاديا. وللأسف الشديد هذا الشيء كتير انعكس على الوضع الطبي. صار الواحد عن جد بيقولوا قصة غير التأمين وغير قصة الفوتي على المستشفى وغير قصة المشاكل كمان، حتى بالنسبة لقصة الأدوية، بالنسبة لقصة مثلا كل المستلزمات الطبية لحتى الواحد اللي بيعوزها بالمستشفى. سو هذا الشيء كمان كيف عم يتم التعامل معه، لأنه للأسف الشديد يعني من وقت اللي بلشت الأزمة الكبيرة، يعني من وقتها من 3 سنين وشوي ولغاية اليوم ما في إلا بتنزل نزول 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 كير رجوع، يعني هيدا المصيبة. للأسف الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة اللبنانية كانت لها كثير صعوبات، خصوصا بفترة الكورونا كمان. تمام. كان في أزمة اقتصادية عالمية بتأثر على لبنان، وكان في الأزمة الاقتصادية المباشرة اللبنانية. أول سنتين بالأزمة كانوا كارثي، يعني إن كان المدخول الفرد وإن كان حتى الوصول للاحتياجات المبدئية، يعني ما تلاقي مازوت، ما تلاقي بنزين، ما تلاقي طحين، ما تلاقي كهرباء. هلا أنا بقول نحن كلبنانيين عندنا قدرة تأقلم عالية جدا، وهيدي نعمة ونقمة. صح لأنه صح اثنين مزبوط بأدابت بننظم وضعنا، ولكن بنرضى بالواقع وبنعيش معه، ما منصلح، ما منزبط، ما منجرب يعني نعوض خطأ صار أو نجرب نجلس مسار معين، نتأقلم معه ونعيش معه. فبلش التأقلم يصير بشكل أكبر، بلش شيء اسمه دولاريزيشن، كل شيء عم يتحول لدولار تدريجياً، بالتالي صار في إمكانية استيراد ووصول لمواد أكثر وأدوية أكثر، وصارت القصة عم تشبه، وكرر كلمة عم تشبه، الحياة الطبيعية لدرجة معينة. ولكن ما فيني أقول هيك. ليش عم بستعمل كلمة عم تشبه؟ لأنه في قسم من اللبنانيين مستثنيين من هالتأقلم، مينيموم ما قادرين يعملوا هيك. في ناس بعده مدخولهم بالليرة اللبنانية، بعده مدخولهم ضئيل أو حتى بالدولار ولكن ضئيل جدا، بعضهم بحاجة وعم تصير حاجتهم أكبر لما تصير المستلزمات الحيوية موجودة ولكن بأسعار بالنسبة لهم خيالية. خيالية أكيد خيالية، لأنه كله بعضه بيقيس على الدولار، وأكيد الدولار صار مش طبيعي واحد لما بيفكر قديش صار الدولار 100%. فبالتالي في شبه تطبيع للعلاقات اليومية، اللي عنده مدخول دولار ما كتير بحس فرق يمكن، لكن بعد في قسم كبير وشريحة كبيرة من اللبنانيين اللي ما عم يجيهم مساعدات من أهلهم من برا، أو هن ما عندهم مدخول دولار مباشر، هو اللي يعني تحت خط الفقر، يمكن ما فين يوصلوا لعناية طبية يعني المبدئية 50% يمكن تحت خط الفقر، يمكن إذا مش أكثر كمان بلبنان. يعني هدول اللي بيعتبرون بيعيشوا بدولار واحد بالنهار، يعني هيك بيعتبروا كانوا الدولار لما كان الدولار يحكي، يعني لما كانت الليرة تحكي قصدي. صح. بس هيدي هلا لما واحد بيقول تحت خط الفقر، فعلا هذا الشيء مخيف، لانه الناس بيفكروا انه لبنان عايش بهيك بالترف مثل ما بيقول، لانه بشوف القصص على السوشيال ميديا، ما بيعرف انه الناس اللي عايشين بشكل يومي عم بيقضوا لحتى يلاقوا عن جد لقمه الخبز. يعني هذا الشيء فعلا بتقول انه ما تفكروا انه هدول 5% 10% اللي بيحطوا قصص على السوشيال ميديا والباقي كله. انا بقول له انا يعني بستعمل هالمثل غيدا، لبنان يمكن في بين 3.5 ل 4 مليون لبناني تقريبا، في عندك على الأقل 2 مليون لاجئ منعرف فيهم أو مشرعين بشكل أساسي. نعم. عفوا يعني كل شيء في مطاعم محلات سهر 30,000 كرسي بيتعبوا، ماشي بنسبة ضئيلة من اللبنانيين يعني، وهول موجودين هون عم يظهروا ويسهروا وبيعطوا هالصورة. ما عم بقول ما لازم يظهروا ويسهروا، لكن عم بقول هولي ما إنه هن صورة الشعب اللبناني اللي هلأ فايد بالأزمة، مش هن بيمثلوا الشعب بشكل عام. في قسم كبير وشريحة كبيرة فعلا أنا بقول بيناموا عشية مش عارفين إذا الصبح عندهم يأكلوا. صحيح. هذا وضع مخيف يعني، مخيف، وخاصة إذا مرضوا، يعني هذا موضوع تاني إذا بدهم عناية طبية. يا لطيف، فعلا هذا الشيء اللي بعد بجنن اكثر واكثر. وللاسف الشديد هون لما عم تقول كمان، يعني مثل ما قلت هلا، هيدي الريزيلينس اللي عنده اللي عنده اياها اللبناني، ما في شك انه مثل ما قلت في نقطه قوه كثير مهمه، هيدي مش موجوده عند حدا ابدا. واحد بتقطع المي عنده برا بكندا هون، او بتقطع الكهرباء ساعتين هون، يا لطيف بتصير مصيبه. بس نحن
بالضبط. بس بنفس الوقت كمان هي قصه انه واحد يعتبرها انه ايه ماشي الحال ومثل ما بيقولوا يتمسح يعني على الموضوع، لا. بس لما بتشوف انه كمان عندك هالطاقم السياسي، هالطبقه السياسيه الفاسده اللي صار لك لها سنين حاكمه وقاعده وما عم تنهز، ولا في نقطه ضمير ولا في نقطه دم ولا في شيء، ما بعرف كيف بيناموا بيفيقوا تاني نهار هدول، ما بعرف، مفكرين وعارفين انه كل هالناس حواليهم هالقد عايشين بفقر وهالقد عايشين بحالات ولا يعني عن جد فعلا ما بي واحد بيخاف عن جد يقول قديش بده يكونوا معذبين، يعني عن جد فعلا هذا الشيء واحد ما في يفكر فيه. بقى بيقول هدول الاشخاص لك بيحطوا راسهم على المخده، كيف بيحطوا راسهم على المخده وبيناموا وهن تاني نهار عارفين انه معهم مصرياتهم بجيبتهم، بيقولوا للناس نحن عم نشعر معكم، كيف عم تشعروا معهم؟ جننوك هدول الناس. طيب هدول ما بيمرضوا يا عمي، ما بتشوفهم مرضوا؟ في حدا منهم عمل كورونا شي مره؟ هدول كلهم المسؤولين الفاسدين وحيط الله، ما شفت واحد منهم عمل كورونا؟ اقول لك ما شفني عمل زكام، ما عمل فلو، ما عمل انفلونزا. عن جد ما بيمرضوا؟ ما شو بيعملوا؟ بحطوا حالهم بقلب المرتبين، بخللوا حالهم، ولا ما بقى بشكوا بوتوكس كل نهار؟ ما مثل ما هني، ما في شيء بتغير فيهم. شو سرهم يا عمي؟ شو سرهم غير السرقه والفساد وقله الضمير وقله الدم وعدم الانعداد بالدم؟ شو سرهم؟ انت كحكيم ما بيعطونا سرهم يا غيدة، ما بيعطونا سر. يا اخت الشغل مجمدين محنطين مثل ما هن من 30 سنه، كل هالناس وكل كل شخص اجى وحكم لك، حتى بيكون اذا بيكون شوي عنده شويه، مش حنقول اخلاق، يمكن شوي بيكون شويه فهم، يمكن شوي، بس يقعد على الكرسي خلاص بينضرب. هيدي الكرسي فيها 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 مرض، وبنفس الوقت فيها فيها شيء، فيها بوتوكس، فيها ما بعرف شو بيعملوا لحتى يجمدوا حالهم يتحنطوا. ما بعرف في شيء فيها لهالكرسي. شو بدنا نعمل؟ الكرسي بتخلي الانسان يبين حقيقته يا غيدة، هيدي المصيبه فعلا. لانه مثل ما قلت يعني الاشخاص اللي يعني القلائل هن اللي فعلا قعدوا على كراسي بيستاهلوا انه يقعدوا على هالكرسي وقدروا فعلا يثبتوا هالشغل وهذا الشيء يعملوه فعلا بشكل مزبوط لكل الناس اللي هن بامس الحاجه لهم. بس الله يخلصنا يا رب من كل الطبقه الثانيه بدون ما اذكر ولا اسم، لانه ما حدا بيستاهل حتى نجيب سيرته لانه بنضيع وقتنا عليه. بس هون كمان بدي اقول شغله صلاح، هون بموضوع الريزيلينس مثل ما بيقولوا الناس، يعني وكمان بموضوع انه بتمسحوا مثل ما صرنا بنقول او بتعودوا، قديش هذا الشيء كمان ممكن على صعيد الطبي. يعني كمان كله بيقول لك صيدليات ما فيهم ولا دواء، فجاه بتلاقي انه لا حدا بيقدر يحصل عليه لهالدواء بسعر قديم مثل ما كان. بتقول انه كمان صيدليه، طب كمان هالصيدلي صار عنده هالفساد بضب الدواء على جنب لحتى بس يرجع بعدين يعلى السعر وبيبيعه. يعني كمان هو كيف واحد بيفكر انه كيف بده يعمل كمان كنترول على هالناس؟ لكن للاسف حين بقول حطيت اصبعك على نقطه مهمه كثير، معظم استغلال الشعب اللبناني هو من الشعب اللبناني للأسف. يعني أكيد في فساد حاكم، أكيد في فساد وصلنا لحالة إفلاس كبيرة على المستوى المعنوي والمادي، لكن الناس مجرمة بحق بعضها بشكل رهيب. يعني الاستغلال إن كان من بعض، حقول البعض، ما حأشمل أكيد، من بعض لا. التجار، إن كان المواد الغذائية، إن كان المواد الأولية، إن كان المحروقات، إن كان العلاجات الطبية، الأدوية، يعني كل هيدا غيدة بفوتك بمتاهات فساد من الناس عن الناس. مش عم بحكي على الطبقة الحاكمة، مثل بيجي بيشكي إنه والله شتت الدنيا وطاف الطرقات، طيب أوكي البلديات يمكن ما نظفت مزبوط، بس ما أنت لو ما كان بوسخ بالطريق ما سكرت المجاري. كل انسان له دور، كل واحد بيمسك بكبه من الشباك وبيعتقد ما خصه. هون لا، هون بدهم اثنين يعملوا هذا الشيء، يعني حتى لو هو ما كبه من الشباك استني ما تهتموا. انا اكيد ما بقرر الانظمه الحاكمه ابدا، ولكن نحن بحق بعضنا بازمه. يعني مثل غرقان بده يدعس على اللي تحته لهو يفوش، وبيلوم بس الباخره الغرقت. اوكي الباخره غرقت، لكن ما فيك تدعس على زميلك وتغرقه لانت تفوش واخر شيء تقول والله هي حرام مات هيدا. فعلا استغلال من الناس عن الناس بشريقة مرعبة، يعني مرعبة. طب هون بدي احكي عن موضوع الاخر ايضا اللي هو موضوع نساند. نساند فعلا مثل ما هو بيحمل اسمه، فعلا انا بدي اقول الف تحيه والف تحيه واقدار وتقدير قصدي واجلال قصدي لصديقه عزيزه جدا على قلبنا، ربيت معنا من احنا وصغار ورجعت هي جماعتنا بعد سنوات طويله كنا كل واحد منا غطس بجهه، رجعت هي اللي جماعتنا سوا من سنوات لحتى نرجع نقدر نجتمع سوا. وهذا الشيء فعلا كان لها الفضل الاول والاخير عن جد. هذا الشيء لغايه داعيتيني نوام بدي اوجه لها كل التحيات، اللي هي مؤسسه او كوفاوندر اذا فينا نقول، وهي المديره لنساند، جمعيه نساند الناجحه جدا
وقدرت تنجز بثلاث سنين اللي فيه جمعيات ما قدروا ينجزوه يمكن بعشرات السنين. وسط ما في اليوم، فوق فوق تحت تحت. أنا أحياناً بضطر أحرم أولادي يومين وثلاثة بلا أكل كرمال أمن علبة حليب لأولادي. دواء الضغط اللي كنت أخده ب 25,230,000. وضع المعيشي صعب، صعب بنوب 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 بنوب. يعني تصوري أنا ماني قادرة ربطة خبز. شو ذنبنا نحن بحياة الله؟ شو ذنب هالشعب؟ كنت عايشة الحمد لله مرتاحة، بس لما هالأزمة ها ما عاد في شيء. نشكر الأيادي البيضاء اللي ساهمت وعم تساهم ببلسمة جراح المواطن اللبناني، وخصوصا بالمناطق مثل عكار، المناطق المنكوبة. البيت هذا شو اسمه كان على العظم، كان على الخفين، التلييس، التبليط، الدهان. ألفوا لي من مطبخ وغرفة نوم وصالون، كان بالقبل ما عندي لا شبابيك ولا أبواب. بشكر كل واحد اللي سعى بهالبيت وكل واحد حط فيه فرانك، الله يعوض عليه. مبسوط انا لو حطيته حجر بألف ليرة، كتر ألف خيركم، الله يعوض عليكم. اني هي الحمد لله اني قادرة عم اجيب ربطة خبز طعمي ولادي فيها، على القليلة اني نقطة مي لاشرب انا وولادي. بالاول كنا بنوع بيع البيضات لجيراني عم بيقول لي بده بيض. كتر خير انه بعد في ناس طيبة توقفت بجانبنا وساندتنا. اللي معك كان معنا غرضين بعنايهم، ماما معي غير هذا ما حبيعه، هذا جيبي له اياه ولادي عيد الام من زمان. انا ولادي اثنين ما عم بيروحوا على المدرسه، اول شغله اليوم المدرسه بدها مستلزمات، مع انه كان حلمي ولادي يروحوا على المدارس. حركه الجمعيه بمحلها وصدقني بمكان المضبوط، لانه نحن بنعرف المساعدات بالاول كانت تكون كرتونه. هالكرتونه يمكن فيها اشياء ما بده اياها الشخص. هلا عم يجي يطلع على الرف، عم ياخذ الصنف اللي بده اياه. في ناس عم تيجي تاخذ مثلا ب 20,000 لحمه، يعني اقل من وقيه، ما يعادل النص وقيه. لهلا بيجوا بياخذوا تشكيله مثلا، هلا في ناس عم تيجي مثلا بيقول لك انا جاي على بيدي اكل لحمه مشويه، مثلا بيكون بياخذ لياكل لحمه مشويه مثلا، بده ياكل ويشبع. صرنا ان كونتاكت مع جمعيه مساند يلي هي دعمتنا وقدمت لنا تصليح المحل واعاده بناء القصص اللي تكسرت بالمحل. انا هذا الامل الوحيد الباقيين، مش بس لالي، نحن هذا المطعم بيشغل اكثر من 15 موظف اليوم، يعني بحالاته القليله بيشغل 15 موظف، كل موظف عنده عائله، ان كان امه بي بيصرف عليهم او اولاد بيصرفوا عليهم. اول ما فتنا وفتحنا الباب وفتنا قال لي يا بيتي يا بيوتاتي يا مستر لي عيوباتي. من قلبهم من قلبهم ركضوا تحت الشتي تحت العواصف، بيوت مهدمه بخطر تقشط عليهم حيطان. قدروا يساعدونا نبلش نرد بيتنا، على القليله بلش يرجع بيتي مثل ما هو، مثل ما هو. يعني اذا الصور وهلا بتشوفوا بيتي بتفكروا انه هذا الشخص عمل ستامب ورجع تبع على بيتي. وقتها تضررت المستشفى بانفجار 4 آب، تقريبا المستشفى وقفت كلها، القضية 90% منها تكسر. الدونيشن اللي اجت من قبل سنتوبل وعم نستعملها بكثير محلات بقلب المستشفى حسب المتطلبات تبع اللوكيشن وين عم نشتغل. قدموا لبلدية برج حمود مئات لمبات الإنارة بالليد. هلا هيدي اللمبات وضعت باماكن عامه على الطرقات وفي عندها فوائد متعدده. جكترات على الملاعب، الاضويه بقلب الصفوف، والاضويه بقلب الكوريدورات بالمدرسه، لانه كان في كثير منا راح. اكثر شيء الاولاد عايزين خاصه بعد الـ4 آب هن محل يلعبوا فيه، يكون اوت دور، يشوفوا جرينري بالطبيعه.
كل أحلامهم موجودة اليوم على الأرض هون، وهن مشتركين بالرسم، مشتركين بزرع البلانتات. كان ناس ما عنده مثلا حق الزبدة، مش قادر بيشتري البيت، مش قادر يقلي الزيت، هيدول كتير ساعدوا للعالم يعني انبسطوا. انبسط لأنه فيها لحمة، فيها قصة فرن، انبسطنا يعني خضرة على ذوقي. أحسن من الحصة الغذائية أكيد الأسهم الشرائية، لأنه بتحولني أختار الأغراض لأنها ناقصتني ببيتي. جمعية كير ومساند أنا بتشكركم من كل قلبي، والله يعطيكم القوة تضلكم مستمرين بهالهمة. أقول لها مثلاً لما بتسألوني أنا شيء، قالت لي كهرباء أو مهر رجالية عادة، هون ما خطرت الفكرة ببالي أبداً. جبت اشتراك جديد على البيت، فعرفت مد أعمل خط جديد وأعمل بريز وفيشة. صار عندي فكرة أنه هلأ أفتح محل لأدوات كهربائية أكتر شيء. اليوم نساند عم تساعدنا بشغلة كتير مهمة، مرتين بالنهار تقطع تاخد الكومبوستينج تبعي. All I'm doing is عم فرز. نحنا around نعطي 20 كيلو بالنهار food waste و around 4 to 7 كيلوز plastics. So تصوري هاي ينكب البحر. خلينا نحكي شوي عن دورك بنساند صلاح. مرسي غيدة على الانترودكشن. رح زيد علي أنا نقطتين زيادة وأحكي عن نساند بشكل عام قبل ما أحكي أنا وين بنساند. صح، تعرفي فعلا غيدة عيتاني نوام كانت الرئيس المؤسسة والكوفاوندر وصاحبة الفكرة الأساسية، وبعد الداينامو هلأ أو هي عن جد المحور تبع كل العمل اللي عم بيكون اجتماعي عم بيصير. أنا أحد أعضاء مجلس الإدارة، one of the board of directors، وكلنا بنشتغل أكيد بنفس وجهة النظر لمساند العالم. مساند بلشت من 3 سنين كجمعية هدفها تحسن الأوضاع الاجتماعية خصوصاً للأرياف. صح، فبلشت عمل بعكار. طالع نازي على عكار وقتها. صح، بلشت بعكار وكان الهدف تأهيل 1000 منزل وضعهم تحت مستوى الفقر وتحت المستوى الصحي للحياة، وكان الهدف أكتر شيء تأهيل المطابخ والحمامات والبيوت أكيد بشكل مجاني من خلال دونيشن وتقديمات. كان الهدف حوالي 1000 منزل ب5 محافظات، بيكون 5000 منزل بشكل أساسي كهدف أول. في برنامج آخر كان موجود غير سقف بيحمينا، هذا برنامج كان برنامج تاني كمان لنساعد الناس يقدروا يعيشوا، مش نوزع حصص غذائية بس، نعلمه يعيش، نعلمه يزرع، نجيب له معدات، نعلمه كيف بده يستصلح أرضه، نساعدهم يخلقوا بيئة معيشية سليمة بدون ما يحتاج حدا. صح، وبلشنا بعكار فعلا. للأسف صار انفجار 4 آب، اضطرينا نعيد تموضع كل شيء والقدرة تبعيتنا، لأنه عندنا ورش عمل كانت جاهزة بعكار انتقلنا مباشرة لبيروت وكنا جاهزين للعمل ب5 آب صباحا. كنا عم نشتغل وننظف ونغير. جيش اللبناني قسم المناطق على NGOs وعلى الجمعيات للمساعدة. نحن بنعرف كان في غياب كبير للدولة بهالفترة لأسباب كبيرة، إن كان سياسياً وإن كان حتى من ناحية العطاءات الخارجية. استثنت الدولة هالمرة، ما تقدم للدولة مساعدات، مجلس الإغاثة ما أخذ، أخذوا الجمعيات الخاصة اللي عم تشتغل NGOs، وأخذ الجيش اللبناني المساعدات الخارجية اللي نقدر نساعد الناس. سو كان في منطقة معينة تقدمت لنساند لنشتغل فيها. نساند بخلال 2 سنين تمكنت من ترميم 2200 مسكن وترميم حوالي 30 مؤسسة ومطعم، مؤسسة تجارية بالمنطقة اللي كنا مسؤولين عنها، وكملنا لمساعدة الناس اجتماعياً بكذا طريق وكذا مساعدة لوصول هلأ لإعادة التدوير والريسايكلينج والكومبوستينج، أي شيء ليحسن مستوى الاجتماعي للناس بالمناطق اللي عم نهتم فيها. كمان توقيع، كمان سوي توقيع كمان مع جمعيات دولية كمان للحديث عن موضوع البيئة. من خلال مساعدات إجوا من أفراد لبنانيين عايشين برات لبنان ومن جمعيات دولية
معروفة جدا كانت اليونيسف WHO وغيرهم وجمعيات خاصة وكير، ما رح أقدر أذكر الكل، لكن فيني أقول كتير ناس خيرة وكتير جمعيات خيرة عندها فيجن وعندها نظرة لقدام. تعرفي لما يشتغل اللي بيشتغل على الانترناشنال ان جي اوز بيعرف اني بيعطوكي بيشوفوا شغلك، اذا ارتقوا انه انت عم تقدمي المطلوب الديليفربلز اني مطلوبي بيعطوكي اكثر واكثر، والحمد لله كان في امتداد كبير للعمل بخلال هالمده. وهوني كمان فعلا هذا الشيء بفرح لك قلبك، يعني بتحس عن جد يعني كانت حتى نساند كان صار لها انجأ سنه يمكن نبلشي على الارض فعلا، وهذا الشيء بنلاحظه انه حتى وقت اللي بلشت وقت صار للاسف الشديد هالمجزره الكبيره اللي هي اربع اب، تشوف قديش الناس فعلا في عندهم ثقه، مش بس عم نحكي من لبنان، في ثقه خارجيه فعلا كانت بهالجمعيه، ومن اللبنانيين نفسهم المقيمين بلبنان او خارج لبنان كانوا دغري عندهم ثقه، وهذا هي الشيء الوحيد يعني اكثر شيء للاسف الشديد مثل ما فينا نقول انفقد من لبنان، يعني هذا شيء عن جد الثقة انعدمت كليا يعني بدءا من المصارف ونزول، يعني فهذا الشيء واحد بيفكر انه هلا من السياسيين بعد اكثر مشان هيك ما بقى في حدا بيوثق بلبنان يبعث له فرنك، لانه عارف انه اذا اجى الفرنك بحطه بجيبته هذا الشخص او هالجمعيه او هالمؤسسه او هالشركه او هالمسؤول وات ايفر، بقى صاروا فعلا فيها ثقه لحتى يقدروا يعملوا انفستمنت ويقدروا فعلا مش يعني مش انفستمنت قصدي يعملوا تبرعات قصدي لا نساند لحتى تدعم شغله، لانه فعلا في ثقه بعمل الاشخاص اللي عم يشتغلوا فيها من راس الهرم من غيدا ونزول وصولا الى كل مجلس اداره مثلك انت صلاح وغيركم. هون كمان قديش هذا الشيء فعلا كثير مهم الواحد يقدر يبني الثقه، قديش صعب وقديش مهم. مثل ما انت قلتي الصيت او الثقه والسمعه هي اهم شيء بخلوكي. في ناس كثير بيعطوا الجمعيات بناء على الاشخاص الموجودين. يعني انا امبارح التقيت بشخص كنت بعد شوي عم بحكي انا وغيدا على الموضوع، التقيت بشخص بعرفه طلب يلتقي فيه ليحكيني بموضوع، قبل ما يحكيني الموضوع اللي بده اياه يحكيني فيه هو متمول قادر، اول شيء قال لي بدي اعرف انا كيف فيني ساعد. قلت له شو بدك تساعد؟ قال لي انت بتقلي اذا انت موجود انا رح اعطي لانه بعرف كيف رح تشتغل. فالسمع الشخصيه والعلاقات الشخصيه لها دور كتير كبير، لكن الدور الاساسي هي لما تعطي والناس بتشوف، ما حدا ما بيشوف يعني بالنهايه وما حدا ما بيعرف، تعمل اللي عليك بيكون ضميرك مرتاح والخيرين كتار. اكيد هذا شيء مثل ما قلت يعني الخيرين كتار، وبس بده يشوفوا حدا trustworthy يعني واحد فعلا اهل للثقه لحتى يحسوا انه قادرين يحطوا مصرياتهم او قادرين يحطوا لو حتى مشاركه لك، لو حد اذا حط $5 على عم نعتبر على كميه كبيره يعني واحد عم يقول كلمه، بس كمان فعلا هذا الشيء ملفت. وهذا الشيء كمان لفتنا مؤخرا ما في واحد ما يذكره كمان الانيشيتيف اللي عم بتها الام تي في كمان لدعم دار العجز الاسلاميه، فعلا هذا كان كثير مهم، هذا التليتون كان كثير اساسي فعلا بكبر القلب، وبتحس انه بس تطلعوا الناس يعني وقت انتم بتطلعوا على الهواء الصبح كان بعضهم الناس بعضهم هيك خجولين اذا فينا نقول تبرعات، بس لما نهز مزبوط قصه المغتربين ونهز قصه السفرة وكذا ونحكى بالموضوع فعلا بتشوف قديش ناس خلص وثقوا بهذا الشخص بهالجمعيه وثقوا اصلا بالتليتون قصدي مش بس بالجمعيه بالتليتون نفسه، لانه بيعرفوا قديش دار العجز الاسلاميه هي دار فعلا تستحق الثقه وفعلا اشخاص حتى ناس على راسنا وفيها كل الطوائف وفيها كل المذاهب وفيها كل الناس، فعلا هذا الشيء بيستاهل الدعم وهذا الشيء اللي فرح لنا قلبنا، قدروا يجمعوا شيء مليون ونص يمكن وحتى وصلوا للمليونين مليونين دولار حتى، فعلا هذا الشيء بدنا نقول لهم برافو عن جد. هيدي الانيشيتيف مثل العاده دائما الام تي في عندهم افكار جيده جدا وحققوها هالمره بطريقه كمان مختلفه كليا كثير مهمه، وعقبال ان شاء الله غير مناسبات كمان تليتونات لا غير جمعيات بحاجه. هون بدي أقول شغلي صلاح كمان قبل ما نختم هون بالحديث عن موضوع نساند، مثل ما أنت قلت يعني كمان من الأول صار فيها ثقة نحطت فيكم أنتوا قديش كفريق عمل، يعني كمان أنت مثلا بورد أوف ممبرز كم شخص تقريبا والعاملين على الأرض كمان اللي موجودة عندكم هاب صغيرة مثل ما بيقولوا بالجميزة ما هيك؟ أنا هاب بمرم خايل بالمنطقة اللي نشتغل فيها تقريبا برميل طبقين مستأجرين أكيد. بنفس الوقت نحن سبعة بالبورد ممبرز، وهلا عم نوسع ليصير في بورد أوف تراستيز، وفي كمان مثل البورد أوف سبورترز عنا كمان بيشتغلوا معنا، في كذا منحة من أو لير أو طبقة من الدعم اللوجستي. العاملين على الأرض يمكن بحدود العشرة هول موظفين يعني على البيرول بالنهاية. مش فولنتيرز هدول العشرة غير فولنتيرز، لا هولي عمال يعني ناس موظفين بخلال نساند، وفي عنا حوالي أكثر من 100 يمكن متطوع بيزيدوا بينقصوا حسب المشاريع اللي عم نشتغل فيها على الأرض.
طبعا الجدير بالذكر مثل ما قلت لك كنا عم نشتغل نحن بعكار قبل ما صار الانفجار. لما صار الانفجار وانتقلنا على بيروت، ولاد عكار اني اول ناس نزلوا تطوعوا تيشتغلوا معنا، لان بيعرفوا كان ينزلوا كل يوم يطلعوا على عكار تيشيلوا الردم ويساعدوا اهل بيروت. كيف كنا ينزلوا حرام كمان في قصة البنزين كمان اللي صارت تغلى كثير؟ كنا نأمل نقلهم أكيد، ولكن برجع بقول لك يعني كانوا ينزلوا بكل حماس من الصبح لبالليل يشتغلوا ينطفوا على الأرض ويساعدوا الناس ويشيلوا الردم بدون أي مقابل، بدون ما حدا يطلب منهم يعني تبرع كامل، يعني مش إنه سوليسيتد، مش حدا سألهم حتى. وقت إجا ناس كثير تبرعوا وما حدا قصر بوقتها يمكن من الشعب، لكن هذا جدير بالذكر إنه نحن كنا أول ناس على الأرض مع أولاد عكار، لأنه ساعدوهم بفترة معينة وقدروا هالشيء. اكيد شافوا انتم شو عملتوا كرمالهم، وشافوا اكيد انه انتم عم تعملوا هذا الشيء من قلبكم، مش عم تعملوا هذا الشيء بس لحتى تاخذوا اسم او تاخذوا مصاري او تاخذوا بس وجود. ولكن مثل ما قلت لك، مثلا في مطاعم نحن ساعدنا بترميمها، في مطاعم ساعدنا بترميمها يعني قدمت اكثر بكثير ما اخذت منا رجعت، يعني تقدم للناس وتقدم لمساند وتدعمنا تنساعد وتقدم للعالم حتى مباشره، يعني كان اكل او خدمات اخرى. ما راح اذكر حدا، كل حدا بيعرف شو عمل، صح. بس في ناس كثير بكبروا القلب. فعلاً هذا الشيء بفرح لنا قلبنا فعلاً صلاح، وهذا الشيء أنا فعلاً اليوم بدي وجه كل التحيات لك ومن خلالك لجمعية مساند، وراح يكون عنا كمان لقاء خاص مع غايدة، بس غايدة شوي كانت تعبانة هاليومين بشهر رمضان المبارك، بقى أكيد غير مرة بيكون عنا لقاء مع غايدة أيضاً لحتى نحكي بالتفصيل أكثر عن هالموضوع. ونحن أقول نحن موجودين دائماً، نحن على جروب سوا يومياً، سو نحن متابعين أخبار بعض، ونحن أكيد فعلاً فخورين كتير فيكم لأنه عن جد عم تعملوا شغل بيرفع الراس. شكراً كتير صلاح، أهلا وسهلا فيك دكتور صلاح البولمونري اكسبرت أو دكتور بالجامعة الأمريكية والبورد ممبر بجمعية نساند. أهلا وسهلا فيك وشكراً كتير لوجودك معنا، واليوم أنا سعيدة أنه عم نحكي نوعاً ما يعني بعد ما خلص هالمصيبة الكبيرة اللي فات على حياتنا للكوفيد، وكمان بنفس الوقت كمان عم نحكي هلأ إن شاء الله يا رب نقدر نحس إنه القضاء عم يرجع يتحرك لحتى تتحرك شوي قصة المرفأ، لأنه مش مقبول. يعني حيصير لها 3 سنين القصة هلأ، بعد 3 أشهر 4 أشهر بيصير لها 3 سنين وبعده هذا الموضوع واقف بأرضه، وهني قالوا 5 أيام وبيطلع النتيجة وبعدنا لليوم ناطرين. يعني لو أنتوا عندكم نتيجة بالهيدا باللاب باللابوراتوار قلت لهم بعد 5 أيام تطلع النتيجة وما طلعت بعد 3 سنين بيقصفوا عمركم. وهذا الشيء اللي عم يعملوه، وهذا الشيء اللي عم يعملوه حرام أهالي الضحايا اللي فعلا ما في واحد يحط حاله محل حدا. هذا الشيء فعلا عم يعملوه، بس عندك قضاء وعندك سياسة وعندك دولة فاشلة وكارثة، عبال ما يا رب نقدر نخلص منه ونقدر نحس فعلا لبنان ماشي على السكة الصح، مع قضاء مستقل مع سياسة مزبوطة بدون فساد قد ما بنقدر. إن شاء الله يا رب هذا الشيء يصير قريبا جدا وعلى أيامنا نشوفه، مش على أيام أحفادنا يعني. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. مرسي حبيبتي غيدة، أنا كتير بتشرف ومبسطت كتير إنه أول شيء شفتك، وتاني شيء كان عندي هالفرصة إني أحكي. هيدا الشيء فعلا انا اليوم كتير سعيده لو انت اسم الله بس عم تكون موجود دائما بكل الاماكن وين ما بتكون، ان كان على الصعيد الشخصي وان كان على الصعيد الاعلامي، دائما بتفرض وجودك وبتفرض اسمك وهيبتك. وانا كل ما حدا بيسالني في دكتور صلاح زين الدين باليوبي في اليو اتش وكذا عم يشتغل بهذا الموضوع كذا بتعكي، بقول لهم انا اللي بعرفه. هيدا بعتز بصداقته فعلا بشكل كتير كبير، ولما حدا يحكي عنه ساند اكيد بعتز جدا بصداقه غيدا عيتاني نوام. فعلا بنقول لهم عن جد برافو عليكم، وانت بورد ممبر كمان للجمعية كل الثقة لألكم وكل القوة اللي بنعطيكم إياها. فعلا شكرا كتير لألكم، ويعطيكم ألف عافية على كل شيء عم تعملوا، كل شيء بالمستشفى وبالجمعية ومع الناس وبالطريقة التعاطي مع الناس، لأنه أنت كمان في عندك حضور حلو مع الناس، الناس بيرتاحوا لما بيشوفوك، غير أنه ما هو الحكيم كمان بالنهاية بالأول معنويات، بعدين ببلش العلاج. كلك زوع عن جد غيدة، ما في منك. هيدا قال شيء. أنا ما بسير، إذا شخص مش مقتنع فيه أكيد ما بحب بيكون معي ولا بحب يحكي معه هالقد، وبعد بدلني بحكي أكتر. بس أنت إن شاء الله تصير تحكي عن مواضيع تانية، يعني مش قصة الناس اللي كتير على الآخر أو الباليتيف كير، بس أكيد هدول بحاجة لأنه بالنهاية شغلك أساسي جدا بحياة كل شخص شو ما كان عمره، من الصغير للكبير وللمسنين وللأشخاص للأسف اللي بيكونوا على فراش الموت. بس على أكيد هذا الشيء بنقول إن شاء الله يا رب بتكون يعني الحياة بتكون سهلة للجميع، وكيف ما كانت ومن لآخر نفس تدلى الحياة مريحة، ومثل ما أنتم بتقولوا الدروس إن شاء الله بتعيش قد ما العيش بتلبق لك.
القصة 100%. أنا بلاقي أحلى مثل بالعالم هيدا. صح صح أكيد أكيد. لا تحين ساعتنا إن شاء الله. ربنا أكيد بي بي بيكون بالانتظار، وبنعرف إنه هدول الأشخاص اللي موجودين على الأرض رح يحاسبهم ربنا، يمهل ولا يهمل، وهذا الشيء نحن بانتظاره أكيد بهالشهر الفضيل. بنرجع بعايدك وبعايد الجميع يا رب. الله ينعاد على الجميع بالخير والصحة وراحة البال أهم شيء إن شاء الله. يا رب أهم شيء، ويبعد أولاد الحرام أهم شيء يا رب، والصحة والعافية، وهذا الشيء كتير كتير أساسي، ويخلينا عائلتنا أولادنا، ويخليك فوق عائلتك ويخلي لك عائلتك كمان صلاح. شكرا كتير لك حبيبي، بوسك أنا ونشوفك قريبا إن شاء الله بلبنان إن شاء الله. أوكي يلا باي باي. لحتى تحضروا اللقاء مع دكتور صلاح زين الدين البلمونري دكتور بالأيو إتش والبورد ممبر بنساند، فيكن تفوتوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز تبعولي على غيدا مرزوب.com، وأنا بشوفكن بلقاء جديد.